هي واحنا دايما بنتكلم عن التحديات دايما بنحاول نوصل فكره ان التحدي بيكون اكتر في عقلنا احنا، يعني احنا اللي بيبقى لما بنشوف موقف صعب او بنشوف ان احنا في ازمه بيبقى اكتر احنا اللي مصورينها لنفسنا. احنا معانا دلوقتي بطله ملهمه بكل المقاييس، بطله قدرت انها تتحدى كل الصعاب بدايه من الحادث اللي اصيبت بيه وهي طفله، وكان سبب في انها تكمل حياتها بصحبة كرسي متحرك، وصولاً لأنها تكون صوت لذوي الهمم في كل مكان. مش بس كده، كمان كانت متفوقة دراسياً وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في اللغويات التطبيقية الألمانية. خلونا دلوقتي نرحب بالدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم. صباح الخير على حضرتك، أهلاً بيكي. صباح الخير عليكم، يعني أنا شكرا جدا على كل الكلمات الرقيقة اللي حضرتك تفضلتي بيها. تستحقيها وأكتر. شكرا. المرأة المصرية الحقيقة أثبتت جدارتها في كل مكان، وطبعا أكبر داعم للمرأة المصرية هي القيادة السياسية، وأنا بشكر جدا فخامة الرئيس على فعلا تكريمه للمرأة المصرية في كل مناسبة. والحقيقة أنا بشكره كمان على يعني الثقة الغالية للمنصب القيادي اللي أنا فيه، لأن ده إن كان ده يدل على طبعا إيمانه ودعمه بقدرات المرأة المصرية. النهاردة بحب برضو أحيي المرأة ذات الإعاقة في مصر، الحقيقة أثبتت جدارتها وعملت في كل مكان، وأثبتت أن الإعاقة ليست حاجز ولا يعني صعوبة ممكن تحول دون النجاح. صحيح دكتور إيمان. طبعا بعد التحية، لكن برضو وإحنا بنتكلم على رحلة حضرتك أكيد هي رحلة نجاح واكيد رحله تحدي، اكيد ما كانتش سهله، اكيد كان في صعوبات، اكيد كان في لحظه فارقه وقفتي فيها وقلتي انا هكمل، انا عندي حلم، انا عندي هدف. لا اكيد، لان يعني طبعا علشان الوقت صاير جدا، هي رحله طويله، ولكن انا بس بحب الخصها في كلمه واحده، وهي ان البني ادم لازم يؤمن ان لديه القدره، وإن هو مهما كانت الصعاب ومهما كانت التحديات هو لديه القدرة، إن الإنسان يبتلي الإنسان على قدر استطاعته. فأكيد ربنا يبتليني بحادث يعني تعرضت لي وأنا بطلة رياضية، يعني طبعا الحياة بعد الحادث كانت ليست بالسهلة، ولكن يعني اكيد كان في محطات كتيره لازم كان الانسان يثبت ان هو لديه القدره، وايمانه بهذه القدره هي اللي بتخليه الحقيقه يعمل النجاح ده. يعني من مسؤوله عن التنميه المجتمعيه بالجامعه للمشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الهمم، كلمينا عن رسالتك ايه هي واولوياتك ايه هي لدعم ذوي الهمم. يعني من لو هنعتبر النهارده حضرتك بتتكلمي في منبر تقدري توصلي فيه رسالتك، تقدري تقولي لهم ايه؟ انا قبل ما اكون طبعا في هذا المنصب انا استاذ، فكان ده برضو بالشكل غير مباشر مع طلابي ازاي نحن نخدم مجتمعنا. انا مسؤولة عن لجنة خدمة المجتمع في الكلية بتاعتي، فكنت دايما بلاقي ان المجال ده مجال خدمة المجتمع، سواء مجال خدمة الطلاب كمجتمع كعمل اجتماعي، عمل مجتمعي الحقيقة، ومشاركتهم في ده، الى جانب نحن كلنا مع بعض. كنت الحقيقة أستاذ في كليتي بقوم بتأسيس أسرة طلابية، وده من إيماني إن لازم الإنسان يكون قدوة. القدوة مش بس بالكلام، القدوة بالعمل. فده كان أحد أهدافي. الرسالة التعليمية ورسالة التوصيل يعني المعلومة والعلم ده كان من أولوياتي. وبعد كده طبعا قدرت ان انا اتطوع في مجالات كتيره،
من ضمنها الأطفال. حقيقة كنت مؤمنة جدا أن الطفل يعني هو اللبنة الأساسية في المجتمع، فكنت يعني أكيد برضو مش عارفة تعرفوا أنا عضو مجلس إدارة في أحد الأندية الرياضية وبالانتخاب وباكتساح، فده معناه ان انا عملت دوري في داخل هذه المؤسسه الرياضيه والاجتماعيه، لاني انا كنت بهتم جدا بالنشاط الاجتماعي واولوياتي كانت الطفوله والاحتياجات الخاصه. بعد كده الحقيقه كنت مؤمنه ان لازم الواحد يساهم في المجالات الرياضيه للاشخاص ذوي الاعاقه، والحمد لله برضو ليا باع في هذا المجال. أنا يعني مش عارفة أقول إيه، بس يعني أنا فعلا الرسالة اللي دلوقتي أنا بحملها على عاتقي هي رسالة الحقيقة صعبة، ولكن هي رسالة جميلة جدا، وهي إن أنا أساهم كمشرف عام على المكتب القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن أنا أساهم في تمكين ودمج أبنائنا من أصحاب الإعاقة. هي دكتور دكتور إيمان، الحقيقة حضرتك مش بس صاحبة علم وصاحبة رسالة، لكن أنت كمان نموذج ملهم، نموذج الحقيقة يعني مشرف لكل المصريين. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.